شارع الأردن في العاصمة عمان أصبح ملتقى الأشخاص المهتمين بالظواهر الجيولوجية الغريبة، فكل شيء في هذا الشارع يعود إلى الوراء، فالسيارة تتدحرج وكذلك الماء، ترى كيف ذلك وما هي الأسباب؟ دار جدعان لديها التفاصيل. ليست من عالم الخيال أو السحر أو الخداع البصري، إنها فعلا قوة جذب غريبة. فعندما تتعدى إحدى المنحدرات في شارع الأردن وتوقف سيارتك في أسفلها، فستلاحظ أن السيارة ستبدأ بالرجوع إلى الخلف صعودا لوحدها، وكأنما هناك ما يسحبها نحو الشارع الذي يمتد 20 مترا تقريبا. صغيرة كانت السيارة أم كبيرة، فلا شيء يوقفها من السير بالاتجاه المعاكس في الشارع الغامض حسب ما يدعوه زائروه. المفروض ان المي تنزل لزع تحت، ها هي تطلع رجوله ورا. ظاهرة دفعت بالبعض الى الذهاب ما وراء العلم والواقع ليعتقدوا بانه مس او سحر ما. بيحكوا العالم انه جن وطلوع ومش عارف شو، انا بقول انها خدعة بصرية الشغلة. وهذا ما يراه الخبراء الجيولوجيون ايضا، انه فعلا مجرد خداع بصري بناء على مساحات جيولوجية اجريت في المنطقة. القياسات اللي انا اخذتها حقيقة اثبتت انه هناك فرق بالارتفاع بالاتجاه لتسير في السيارة او اتجاه سكب الماء. امر محير فعلا، هل هي ظاهرة جيولوجية ام خداع بصري ام شأن لا يعرفه الا الله؟ تبقى الاجابة بحاجة الى دراسة محلية دقيقة ومعمقة ستكون الاولى التي تدرس ما يقف وراء مثل هذه الظاهرة العجيبة.